السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم إخواني الكرام على قناة موبايل ويب سيرفيس. أخوكم طارق درويش بحييكم، بتمنى لكم مشاهدة ممتعة. اليوم معنا آيفون 7 بلس. مشكلة الجهاز إنه عم بيعمل بوت لوب، مثل ما شايفين عم تطلع عندي الأبل لوجو وبرجع بروح بعد فترة وجيزة. طبعا فتحت الجهاز لقيت إنه الجهاز نوعا ما مشغول عليه، في شغل على الجهاز، زائد انه الجهاز متعرض للمي، فما بنعرف يعني فعليا ما بعرف شو ممكن نواجه او شو ممكن يكون معانا المشكلة، لكن بشكل عام بدنا نلقي نظرة سريعة لنشوف التفاصيل. مهم جدا نتطلع على التفاصيل، لانه بهاي المرحلة نحن ما بنعرف بالضبط شو اللي عم بيصير معانا وشو راح يكون، فراح نتبع اجرائية بسيطة جدا في عملية الاصلاح. راح نفك البورد ونحطه على الباور سبلاي في المرحلة الأولى لنشوف إذا عملية السحب عم بتصير صحيحة ولا لا، وبناء عليه بالنظر تحت الميكروسكوب راح نشوف شو الخطوة الثانية اللي راح نشتغل فيها. فمبدئيا خلينا نفك البورد ونطلعه من الهاوسينج، ولحتى نقدر نبدأ بمرحلة تحليل العطل بشكل جيد. مثل ما شايفين نحن البورد عندنا طلع، نلقي نظرة سريعة على كل المكونات بشكل عام. ملاحظين في عندي حرارة على القسم العلوي، مي، الجهاز متعرض لمي مثل ما شايفين، في عملية تسخين على الجهاز واضحة، لأنه شلد السي بي يو ظاهر انه مرفوع. ملاحظين الفلكس، الجهاز يعني مشغول عليه بطريقة غير نظيفة تماما مثل ما شايفين الفلكس. الشلد التحتاني مش مفكوك، ما بعرف لنشوف. نعم ما زال قطعة السيكوريتي موجودة على الاي سي، هذا دليل انه لسه ما وصل الشخص اللي اشتغل على الجهاز لتحت. نعم الشلد انرفع، كمرحلة أولى خلينا نبدأ بعملية محاولة تشغيل الجهاز ونشوف إذا في عندي سحب على الجهاز غير مرغوب،
وإذا في أي علامة عم تطلع عندي على الجهاز أثناء التشغيل. فرح نروح على الباور زد ونشوف إذا باور زد رح يساعدنا في هذا الموضوع لحتى نكتشف إذا في عندي أي إشارة عم تطلع مانا رضيني نحن. فخلونا نجرب مع بعض. في عندي سحب 12 ميلي أمبير مثل ما شايفين. في عندي سحب عم بيصير أكثر من الصفر، يعني في سحب عالي أو غير مرغوب فيه بما قيمة 12 ميلي أمبير. طبعا هلا إذا شغلت الجهاز الإقلاع عم بيكون طبيعي. الإقلاع عم بيكون طبيعي، أو بمعنى آخر عملية السحب للإقلاع طبيعية. لازم نضل عيننا عليه لنشوف شو اللي عم بيصير بالضبط. فعليا الجهاز المفروض بهاي المرحلة أقلع. فخلينا نحط شاشة ونشوف يا هل ترى فعلا أقلع الجهاز ولا لا. لما حطيت الشاشة ارتفع طبعا السحب بحكم انه الشاشة بتشغل دائرة الاضاءة ودائرة البيانات، وبالتالي يصير عندي سحب اعلى شوي. فخلينا نشوف بيقلع الجهاز يا ترى. مثل ما شايفين الجهاز اقلع. مثل ما شايفين الجهاز اقلع، بس انا بدي حاجة اني ارفع الانارة شوي مشان تمام. مثل ما شايفين في عندي مشكلة بزر الواي فاي، مش شغال عندي زر الواي فاي، وهذا بيكون السبب الرئيسي الظاهر للمشكلة. فطيب خلينا نشوف. الجهاز بيكون شوي بطيء. خلينا نشوف إذا فينا نوصل للإعدادات. مثل ما شايفين مكتوب على الواي فاي متوقف، مش شغال الواي فاي. ففعليا نحن المكان اللي بدنا نقصده لحتى ننتبه لهذا الموضوع هو الواي فاي. فبالمرحلة الأولى فهمنا انه الجهاز العطل الرئيسي فيه انه ما عم بياخد واي فاي، واحتمال كبير يكون هذا السبب اللي عم بيخلي الجهاز عم بيصير في بوت لوب أثناء عملية الإقلاع. فخلينا نبدأ بمرحلة العمل، وهذا طبعا بكل تأكيد بيفسر انه سبب الجهاز عليه حماوة عند الكونكتر تبع الكاميرات، والحماوة اللي موجودة عند كونكتر الكاميرات بتبرر انه كائن الشخص عم بيشتغل اما باتجاه المعالج او باتجاه الواي فاي. فنحن راح نشوف هلأ مع بعض مرة تانية ونفحص على الميكروسكوب لنشوف النتيجة. فعلا مثل ما شايفين الواي فاي مفكوك، مشغول على الواي فاي، وهذا على الاغلب هو اغلب الظن هو السبب اللي عم بيصير. مثل ما شايفين كمان عندي هون في عندي بعض القصدير اللي موجود على الكونكتر على المكثف، وبتخيل انه المكثف هذا متفحم، يعني وعندي مكثف هون ناقص، عندي طابات قصدير.
طبعا احتمال كبير تكون الكاميرات فيها مشكلة. احتمال انه الكاميرات كمان تكون فيها مشكلة انه الحرارة عالية اللي صار بالمكان، فاحتمال يكون ايسيات الباور الخاصة بالكاميرات فاصلين. فبتخيل اليوم الفيديو راح يكون شوي طويل، فاذا ما عندكم شيء يعني بدكم تتابعونا معنا يعني خطوة بخطوة. خلينا اول شيء نبدأ بفك الواي فاي لنفهم شو اللي عم بيصير بالضبط، ويا هل ترى راح نحصر المشكلة ولا لا. راح نفك الواي فاي ونفك المكثفات المتضررة. راح نبدأ بالعمل على الواي فاي بالمرحلة الأولى، هنشوف شو ممكن نحصل وشو النتيجة اللي راح نوصل لها. طبعا بدنا نكون حذرين شوي باستخدام الحرارة، فالحرارة راح تكون تقريبا 370، ضغط هواء تقريبا 57. راح نحمي الجزء الخلفي بقطعة معدن ونبدأ بفك الاي سي بالمرحلة الأولى. فكينا الاي سي والظاهر ان القصدير المستخدم لعمل الاي سي هو لو ملت. لاحظين انه عم بتكسر اللو ملت، ما بنقدر نصب فيه ارجل الاي سيات لانه بتتكسر ارجل الاي سيات بكل بساطه. عندي رجل هون متحركه، الرجل هاي ناقصه، هاي الرجل مش موجوده اساسا، هاي الرجل مكسورة، عند الرجلتين فيهم مشاكل. نعمل نظرة سريعة على البقية. في عندي هون عنصر مش موجود، بتخيل انه نحن لازم نعيد العمل على موضوع الاي سي لحتى نفهم شو اللي عم بيصير. هاي بالمرحلة الاولى الاي سي خلصنا منها. طبعا رح نفك المكثفات البقية اللي موجودة على هذا الطرف. أزلنا المكثفات المتضررة. رح نبدأ بعملية التنظيف رقم أول، رقم واحد. في عملية التنظيف ساعدنا نفهم طبيعة عمل النقطة إذا كانت سليمة ولا نحن بحاجة لاستبدالها بطريقة أو بأخرى. مثل ما شايفين هون النقطة متضررة بشكل كتير كبير، وهذا يعطينا ضرورة إزالة النقطة
أو البقايا اللي موجودة على النقطة لحتى نعرف نشتغل بطريقة سليمة. تنظيف مهم بهالمرحلة، تمام. هلا نقطتين قصدير نغطي النقاط اللي انفكت. حتى نحط محلها المكثفات اللي لازم تنزل بشكل سليم. قدرنا نخلص من المشكلة الأولى، نيجي على المشكلة الثانية ونبدأ بالعمل عليها. لازم ننظف المنطقة بشكل سليم، وأنا بتخيل أن نحن نتعامل مع لو ميلت تصدير، فممكن يتنظف معنا بشكل سريع. بالإضافة إنه نعمل مسحة سريعة للقصدير اللي موجود على النقاط كلها. مثل ما شايفين في عندي نقاط كثير عليها قصدير. بهاي المرحلة احنا بنكون تقريبا جهزنا النقطة لعملية التنظيف بشكل كامل. قبل ما نبدأ بمرحلة الفحص لازم ننظف لحتى تكون النتائج سليمة.
عن الأرض بحاجة شوية تنظيف. ضروري نقيم قطعة الحماية. نرجع نشوف شو المنطقة بالضبط هون عم بيصير فيها. تمام، في هاي المرحلة راح نقوم بعملية محاولة فحص الجهاز مرة ثانية على الباور سبلاي، لنشوف انه لسه في عندي سحب غير مرغوب ولا الامور تغيرت معي هالمرة بشكل افضل. فخلينا نشوف مع بعض. رح ابدأ بالتشغيل. ملاحظين القيمة صارت 0.0005، وهذا يعني انه الجهاز ما عاد سحب اي شيء غير طبيعي. فهلا اذا عملنا عملية الاقلاع راح يكون اقلاعه طبيعي جدا بدون اي مشاكل. بتخيل كان السبب الرئيسي للمشكلة هي النقطتين بالمكثفات اللي كانوا موجودين، زائد انه الواي فاي بشكل خاص ما عم تشتغل، ولهالسبب عم بيكون الجهاز بوضعية كتير صعب انه يشتغل بشكل نظامي. فهالمرحلة هاي راح نبدأ بتعويض نقاط الواي فاي وصب الواي فاي وإعادتها، بالإضافة لتغيير المكثفين أو تركيب المكثفين اللي انفصلوا عن البورد لحتى نرجع الخطوط سليمة 100%. فراح نبدأ مع بعض، تابعونا. طبعا لحتى نشتغل الموضوع بشكل نظامي لازم نعرف انه هدول النقطتين اللي موجودين عندي لازم تعويضهم بشكل او باخر. هدول النقطتين مهمين جدا لعمل تزامن واقلاعه بشكل نظامي، السبب لازم نعوضهم ونرجعهم مكانهم. فاذا حابين نشوف هدول النقاط، متصلين بشكل مباشر على نقطتين خلفيات بشكل مباشر. هدول الخطوط هن المسؤولين عن الوايرلس لان RF. هدول الخطين هن المسؤولين عن الخطوط الإشارة الراديو فريكونسي الخاصة بالواي فاي. هذا هو اسم الخط، وايرلس لان يعني شبكة الوايرلس، RF راديو فريكونسي 20 اللي هو رقم الخط، وعندي رقم الثاني اللي هو 19.
فهدول الخطين هن اللي موجودين عندي على المسار، فرح نبدأ فيهم ونعوضهم ونحاول انه نحط بدائل عن الموضوع. افضل طريقة لتعويضهم انه مش ناخد من النقطة نفسها اللي موجودة على البورد، افضل نقطة بالنسبة الي اني انا احفر النقطتين اللي موجودين بجانب الواي فاي واخذ مباشرة من هدول النقطتين على الخط بشكل رئيسي. سبب انه هدول النقاط بيكونوا اقوى بهيك حالة. اما اذا اخذتهم بشكل مباشر من النقاط اللي ظاهرة على البورد، فاحتمال كبير يرجعوا يفصلوا ويصير فيهم مشكلة. فانا حتى ما يصير عندي هالمشكلة لازم اعمل العملية بطريقة اني اضمن ما يصير عندي خطأ فيهم او خطأ بطريقة العمل فيهم. فالنقاط هني نقطة رقم واحد، النقطة رقم واحد موجودة بهاي النقطة هون، والنقطة رقم اثنين موجودة بها المكان. فهدول النقطتين هن اللي راح يكونوا نقاط التعويض على المسار اللي متضرر. هلأ بنحط رأس الكاوي العجيب اللي راح يساعدنا بتركيب النقاط وبدون مشاكل إن شاء الله. طبعا نحط شوية فلاكس في البداية، وبعدين بنحط القصدير للنقاط. الأولى والنقطة الثانية، زائد إنه نحط شوية نقطتين على النقاط الظاهرة للتدعيم. هيك أنا بكون دعمت النقاط بشكل مباشر. وراح نبدأ بتعويض الخطوط المتضررة. طبعا اليوم راح أجرب أستخدم القطع القصدي قطع الكربون، عفوا النحاس اللي خاصة بتعويض الأرجل، ونشوف إذا فينا نستخدمهم. أنا أول مرة بستخدمهم هدول، فلنشوف شلون بده يسيروا معنا بشكل جيد. اللي صديق أعطاني إياهم وقال لي جربهم عسى إنه يجيبوا لنا نتيجة في العمل، فخلينا نجرب اليوم شلون راح يطلعوا أدائهم. راح ناخذ النقاط المطلوب تعويضهم، النقطة رقم واحد، رح نشوف كيف بدنا نعوضه. النقطة الأولى نزلت مكانها، رح ناخذ النقطة الثانية، ونحاول ننزل النقطة الثانية مكانها.
وبهالعملية بنكون نزلنا النقطتين بشكل مباشر. بنقص الزوايد ومننظف النقطة لحتى ندعمهم بالسولدر ماسك. مثل ما شايفين النقاط اللي نزلت، وهلأ مندعمهم بالسولدر ماسك حتى ما يتحركوا أو ما يصير في أي خلل أثناء تركيب آي سي الواي فاي. طبعا بيكفينا نقطة صغيرة فقط عليها لحتى تثبتها، ما في داعي إنها تكون النقاط كبيرة، هي فقط وصل لها النقطة هيك تكون أمور سليمة بإذن الله. ونصلب باستخدام الضوء الأزرق، نصلب النقاط اللي وصلناهن، ونيجي على الآي سي الواي فاي بنحاول نصب الأرجل تبعها لحتى تكون جاهزة نستخدمها مرة تانية. تمام، الستانس الأولى الظاهر النوعية تبعها كتير ضعيفة، فأنا راح أستبدلها بستانس أخرى أو ستانس الأخرى، عسى إنه تعطيني نتيجة أفضل. تمام، مبدئيا شكلها افضل، فخلينا ننظف الارجل لحتى تكون على زاوية واحدة. هيك بتكون الاي سي تقريبا جاهزة. شايفينا جاهزة انها تنزل مكانها بشكل مباشر بدون اي مشاكل. مثل ما شايفين
دخل عندي الاتصالات بشكل جاهزة للنقاط، الاتصال مع النقاط صارت جاهزة بشكل كامل 100% بدون أي مشاكل، والآي سي جاهزة إنه تنزل بمكانها. نرجع مرة تانية بنحاول نركبها ونشوف إذا في حاجة نرجع نستبدلها ولا لا، بس إن شاء الله ما نحتاج إنه نرجع نستبدلها. وانا عندي بورد اضافي، راح اقوم بفصل اتاكد اذا في عندي نقاط لازم استرجعها ولا لا، مثل هذا المكثف اللي مش موجود. مثل ما بتلاحظوا عندي هون المكثف هذا مش موجود، فخلينا نركبه كمان بما انه وصلنا للنقطة. وصلنا، طريقة تركيبه سهلة جدا، اللي هي انه انا احط شوية قصدير على السلكاوي واعطيه حرارة، تمام. هلا بنروح بنفك المكثف، طبعا البورد بورد تشليح، بورد كسر. النقطة جاهزة، هلا بنروح بننزل الاي سي مكانها. طبعا نزلت مكانها بشكل سليم بإذن الله. طبعا عندنا موضوع انه نبدأ بعملية نقل المكثفات، لا ننسى انه في عندي مكثف صغير موجود تحت المكثفين الكبار.
مثل هيك حالة حط شوية فلكس لحتى يمسك المكثف ما يخليه يطير مرة تانية لما تحاول تنزله مكانه. بالإضافة إذا في عندك ملقط صغير يقدر يمسك المكثف يكون أفضل لحتى تقدر تثبت المكثف في مرحلة أولى. المكثفة نزلت مكانها، بصفي عندي المكثف الأخير. والمكثفات صارت جاهزة على المسار، بس نحاول انه نثبتها بشكل جيد وهيك امورنا سليمة. هلا الجهاز جاهز، حرارته تقريبا جيدة. راح نحاول نشوف إذا
في عندي سحب غير طبيعي. الجهاز في الحالة صار تقريبا جاهز، راح نشوف إذا في عنا سحب غير طبيعي للجهاز. نتابع مع بعض. ما عندي أي سحب غير طبيعي، فيني أكد هذا الشي مع بعض نأكده. راح أعمل ستوب وتشغيل مرة تانية. ما عندي أي شيء غير طبيعي، الوضع جدا طبيعي. نحط شاشة ونشوف إذا الجهاز بيقلع معنا. وراح أوصل الكاميرا الأمامية لحتى نأكد إذا كان عندي الجهاز عم يفتح الكاميرا ولا لا. فخلينا نشوف مع بعض. أخذ باور نظامي، النتيجة صفر. في عندي فصل بالفلاتة، معلش سامحوني، ما عم تاخد كونكشن سليم 100%. بس استبدل الكابل لحظة. تمام، راح نرجع مرة ثانية نشغل. مثل ما شايفين بدأ الجهاز بمرحلة الإقلاع طبيعي جدا. أقلع الجهاز. تمام، راح نشوف بالمرحلة الأولى. مثل ما شايفين اشتغل عندي زر الواي فاي. إني أنا أأكد هذا الموضوع عن طريق الذهاب للإعدادات. الواي فاي غير متصل، فبدأ عندي تشغيل زر الواي فاي بشكل نظامي وصار عندي شبكة. بالنسبة لموضوع الكاميرا، الكاميرا الخلفية أكيد ما راح تشتغل، فنشوف الأمامية. الأمامية شغالة مثل ما شايفين، ما عندي مشكلة فيها. والخلفية أكيد راح تشتغل بمجرد ما ركبنا الكاميرات. فخلينا نركب الجهاز بالهاوسينج ونشوفه مرة تانية إذا راح يكون النتيجة سليمة بالنسبة للكاميرات الخلفية. طبعا جدا مهم إننا نفحص موضوع الكاميرات الخلفية
لأن الجهاز تعرض لحرارة، وهاي الحرارة ممكن تؤدي لأذى بالنسبة للجهاز. فخلينا نشوف إذا أخذ الجهاز الكاميرات ولا لا، وإذا بحاجة نحن نتابع موضوع صيانة الكاميرات، أو منكون نهينا الصيانة الخاصة بهذا الجهاز ومثل العادة رجعنا الضحكة لوجه زبون جديد. لنشوف هلأ الجهاز رح يقلع على البطارية ولا رح يكون في عنده مشكلة على عملية إقلاع الجهاز على البطارية. فخلينا نشوف يا هل ترى عمليا السحب تبعه كيف رح يكون. عفوا انتم في عندي عمليا بوت على البطارية، احتمال كبير يكون سبب البطارية، واحتمال كبير يكون الكونكشن تبع البطارية مش سليم فهذا السبب عم بيعمل بوت لوب، او ممكن تكون اي سي التايجرس عم عفوا التري ستار عم تعمل مشكلة. خلينا نشوف بس الكونكتر شو طبيعته وشو وضعه وبنرجع نفحصه. الكونكتر يعني مش متضرر كتير، لكن لفت نظري شيء راح اشارككم فيه لنشوفه سوا. هذا الشيء جدا مهم ونعرف يا هل ترى شو هذا الشيء اللي لاحظناه بهاي المرحلة. لاحظوا معي هون، ملاحظين معي شو شايف؟ ظاهر معكم؟ لاحظوا في عندي فلتر هون مكسور مش نازل بمكانه بشكل سليم، وهذا الفلتر ممكن يكون سبب مشكلة بوت لوب. ليش؟ خلونا نشوف المخطط ونعرف ليش. اوبشن جي، نرجع لتحت لنشوف شو هذا الفلتر العجيب. هذا الفلتر العجيب خاص بالكونكشن 3 فولت، وهذا اللي بيروح على هذا، بيجي من هذا خط 3 فولت بيروح باتجاه التري ستار، بيروح باتجاه التري ستار. خلينا نشوف رايح حط 3 ستار، ففعليا 3 فولت ما عم توصل ل 3 ستار حتى تعطي امر الاقلاع لل 3 ستار، وهذا السبب انه ممكن كتير كبير يكون الجهاز ما عم بخليه يقلع بشكل نظامي. فنحن راح نثبت هذا الفلتر، راح نثبت هذا الفلتر بمكانه. حطيت نقطة فلكس وراح نحاول نثبت الفلتر بمكانه بشكل جيد. مثل ما شايفين نزل الفلتر مكانه. تنظيفة صغيرة قبل ما نكمل عملنا عليه. طيب نرجع مرة تانية بنشوف يا هل ترى رح يقلع الجهاز بعد ما ركبنا الفلتر.
ما زال عندي نفس المشكلة، عم بيعمل بوت لوب. احتمال كبير تكون تري ستار بحاجة لتبديل. فقبل ما بدل التري ستار خلينا نفحص كم الفولت اللي عم بيوصل لعندي على نقاط الكونكتر. ثلاثة فاصلة سبعة، ثلاثة فاصلة ثمانية، وبرجع بيوقع الكونكشن مرة تانية. فهاي العملية بدل على انه الجهاز على التري ستار في عندي مشكلة. طب خلينا نشوف على الباور سبلاي اذا راح يقلع الجهاز بشكل نظامي. طبعا لازم تركب الباور سبلاي، لانه اذا ما ركبت باور سبلاي ما بيقلع الجهاز حسب معلوماتي. طبعا بالحالة الطبيعية لما التري ستار تكون ما شايفين عندي الكاميرات الخلفية شغالة والكاميرا الأمامية شغالة، معناته موضوعنا بالكاميرات انتهى. الواي فاي الجهاز ممكن يكون جدا بطيء أثناء عمل الجهاز، يعني موضوعه جدا صعب. خلينا نفحص الصوت كمان. الجهاز كمان فيه مشكلة اي سي صوت، تلاحظوا معي ما عم بياخد معي اطلاقا الجهاز تشغيل. الجهاز فيه مشكلة كمان اي سي صوت، واحتمال كمان هي تكون السبب اللي عم تعمل عملية البوت لوب. فخلينا نشوف ونأكد هذا الموضوع. وهالبطء الشديد كمان بيأكد انه عندي مشكلة بالاي سي، السبيكر مش شغال، السبيكر مش شغال، وهذا يعني انه عندي مشكلة اي سي الصوت. فبنروح مباشرة وبنتوجه على اي سي الصوت حتى نقوم بعملية اصلاحها وتجهيزها. معلش اليوم الفيديو طويل شوي، لكن في معلومات ممكن يعني كتير تكون لذيذة.
والبورد رجع جديد. طبعا بالخطوة الأولى بنحاول نشوف إذا في عندي سحب غير طبيعي بالجهاز. الوضع طبيعي، رح نحاول نشوف إذا الجهاز بيرجع بيقلع على البورد مرة تانية. أنا قصدي بالوضع طبيعي يعني ما عندي شورت على خطوط الـ VCC main، وهذا الشيء يساعدني اني اهرب من اي مشكلة ممكن تصير على الجهاز في حال كان عندي شورت على مسار الـ VCC main واقوم بتركيب بطارية بالغلط. هو ما راح يصير شيء عندك انه الجهاز ما راح يشتغل، لكن تحسبا انه يكون شورت على اي مسار حساس يعمل لي مشكلة، فانا بفحص على الباور سبلاي. الباور سبلاي بتعطيني مساعدة انه تحدد اذا في عطل ولا لا. الجهاز هلأ صار جاهز، رح نحاول من لا نقلعه على البطارية. لساتنا عندنا نفس المشكلة. في هاي المرحلة بتخيل صار وجب تغيير التري ستار حتى ننهي الحكاية بشكل كامل. الجهاز أصبح جاهز بعد عملية تغيير الأوديو، وأنا راح أقوم بمحاولة تجريب الجهاز مرة تانية. راح أركب بطارية تانية لحتى أتأكد فقط أن البطارية سليمة، أو ربما يكون البطارية نفسها فيها مشكلة أنا شايف عليها بعض الثقوب والنقاط. خلينا نركب الشاشة بس. تمام، راح نركب بطارية ثانية تجريبية، راح نجرب نشوف إذا بياخد عندي إقلاع أو بحاجة لشحن البطارية. مبين معنا هلأ مجرد ما اشتغل الجهاز.
عم يسحب 1 امبير والبطارية فاضية. رح اتركه شوي لبين ما يقلع وبرجع لكم بعد ما تعبي البطارية. طبعا رجعنا محل ما وقفنا، اللي هو انه ركبت انا بطارية جديدة. حاولت بعد ما خلصت الاوديو اي سي، ركبنا الجهاز وحطينا البطارية، وقلت لكم انه انا راح اشحنها. فعلا خلصت شحن، وانا راح ابدأ في اقلاع الجهاز. عفوا راح اقلع الجهاز هلا لنشوف اذا فعلا بيسحب عندي الجهاز وبيقطع بدون بوت لوب، وبالتالي بكون حددت المشكلتين الاساسيات. احتمال المشكلة الثانية انه هي البطارية نفسها تكون فيها مشكلة. ومثل ما شايفين نحن الجهاز اقلع، طبعا فتح مباشرة. ما شايفين الجهاز تمام. كاميرات، الكاميرا الأولى شغالة، الكاميرا الثانية شغالة، الواي فاي جاهز شايفين، الصوت ممكن نفحص اي سي صوت نشوف صارت تسجل. مثل ما شايفين عم بتسجل نظامي وفينا نسمع الصوت. زائد انه نحن عنا الايمي موجود، ما اعتقد يطلع عنا على الارقام العربية كونه الكيبورد عربي فما بيطلع عندي، لكن انا دليل انه عندي لا يوجد سيم كارد، هذا دليل انه شاف الايمي ما عندي مشكلة فيه. طبعا اذا حبينا نفحصه مرة تانية ممكن نفحصه عن طريق العام، او ممكن نشوف انه انا عنوان المودم موجود وعندي الايمي موجود، فطبيعي جدا يكون البرنامج شغال بشكل نظامي. وبهيك نكون نحن انهينا الجهاز بطريقة كاملة. مشكلته كانت الواي فاي، والمشكلة الثانية كانت الاوديو. الجهاز مشغول عليه باتجاه الواي فاي، وبتخيل على ما اعتقد انه السبب الرئيسي لمشكلة الواي فاي كانت الاوديو اساسا، لانه في احد الفيديوهات السابقة ورجينا انه اذا كان في عندي خلل باي سي الصوت احتمال يأثر على الواي فاي. الجهاز بهالمرحلة هاي صار جاهز اقلع، ونحن جاهزين نسلمه للزبون بعد ما غير له بطارية الجهاز، لانه بطارية الجهاز فيها مشكلة. وبهالحالة هاي بكون اتمينا الفيديو، وشكرا كتير لمتابعتكم، وبتمنى انه تكونوا استفدتوا معنا بهالفترة. شكرا كتير ولا تأخذونا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.